الجيم التالت، يلا بينا. تنسوا الشباب تدعمونا بلايك وشير على صفحتنا على الفيسبوك واشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ادعمونا لو سمحتوا، ادعمونا لو سمحتوا، ادعمونا لو سمحتوا. لو ليكم تعليق على الأداء يا ريت ما تنسوش تسيبوا لنا تعليقكم على أداء في الكومنتات، قولوا لنا رأيكم. احنا على الطريق ماشيين كويس، بنلعب كويس، لو في اي ملاحظة يا ريت تقولوا لنا، يعني عرفونا عشان نتطور ونبقى بروفيشنال، ونبقى بروفيشنال، ونبقى بروفيشنال. بس ما تنساش تعمل لايك لو سمحت. يلا بينا. انا ما بحبش الخريطة دي. يلا بينا. يا 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 ولد، أنا لا أعلم لماذا قمنا بالثورة، لأني كنت بلعب بابجي ساعتها. قد هنا يلا يا ولد. شوفتك، انا شوفتك من بعيد، من بعيد. ده معايا، ده معايا، ده معايا. انا مش عارفني. كويس كويس.
توك توك، والله وحشتني التوك توك. انا فاكر كان في هنا اشكرك اشكرك. اشكرك شكرا جزيلا. كان فتح
خلف ابن اللذينة. كان جين كويس. الجيم ده كان كويس، بس هنعمل ايه؟ مش حد بيكسب على طول. يلا الجيم الرابع. يلا يا بابجي. ما تنسوش يا شباب تعملوا لنا تسووا لايك ومتابعة لصفحتنا على الفيسبوك واشتراك في قناتنا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا. ديفيد ألابا سوف يكون لاعبا لريال مدريد يوم 1 يوليو. ماشي. ألابا ألابا ألابا. يلا يا بابجي. يلا يا بابجي. الجيم الاولاني فوزنا نمبر 1. الجيم التاني مت في الزون، وكنت الرابع على ما اعتقد، والجيم التالت قتلنا 4 ومتنا ومت مت في الاول، بس الجيم كان كويس. يلا يا ولد يلا يا ولد. حاسس كده المرة دي ان انا نزلت بعيد.
نزلتش بعيد ولا حاجة، نزلت في نص الدايرة. كلهم بيقولوا كده في الأول. بانيو سوجو قتلتك يلا. فين يا خفيف؟
كلهم
فيش. انا مش عايزها، انا مش عايزها، انا مش عايزها. كيماش 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 مانيش تمام. ايه اللي انا عملت ده؟ عبيط ده ولا ايه؟ ده عبيط ده ولا ايه؟
تنسوا الشباب لايك وشير اشتراك في قناتنا على اليوتيوب واعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، ساعدونا على التطور والاستمرارية. فين هو؟ فين هو؟ مش شايف. يا ابن اللذينة، جيم حلو، جيم حلو. كان مع سنايبر.